بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة، هنبدأ المحاضرة رقم 7 تكملة على الجزء السابق في Symmetrical Fault Analysis اللي هو 3 Phase Fault. كنا قبل كده قلنا عشان نشوف لما يحصل Fault لازم نجيب نشوف النقطة اللي حصل عندها الفولت، نبدأ نشوف التيار. عشان نشوف التيار لازم نشوف الجهد أو الجهد قبل الفولت اللي هو البري فولت، والسيستم محمل ولا مش محمل. فلو كان السيستم محمل لودد فكان لازم نحسب الانديوسد ام اف بتاع الجنريتورز والموتورز بري فولت، سواء كان في الترانزنت او سب ترانزنت او الستيت ستيت. وعليه هنبدأ نشوف الجزء ده ونشوف الامبيدنس بتاعتي وانا برضو في انهي فتره، اللي هي سب ترانزنت ولا ترانزنت ولا ستيت ستيت، ثم نحسب قيمه تيار الفولت. واتكلمنا برضو كان لازم نشوف الكاركترستيك بتاع الجنريتور او البيهيفير بتاعه على مدار الثلاثه فترات، وعرفنا ان في اكس دي دبل داش واكس دي داش واكس دي اللي هي الدايركت اكسس كومبوننت بتاع الجنريتور اللي هي ريليتد للاكس ارمتشر والاكس ليكج بتاع الجنريتور. وقلنا ان المفروض ان اتحسب لان البيهيفير بتاع الجنريتور بيتغير من فتره لفتره. وقبلها كنا بصينا على ان لما بيحصل فولت على حسب السيستم بتاعي في ريزيستنس شكلها ايه وفي رياكتنس في تايم كونستانت، فبنبص نلاقي ان في دي سي كومبوننت موجوده في التيار بتاع الفولت بتوصل في لحظه البدايه الى ضعف قيمه تيار السيمتريكال فولت ريتد لي. لو كان الخط بتاعي بيور رياكتنس كان يعني السيتا بتاعته بتساوي 90 درجه، ولو كان الانسبشن انجل بتاعتي بتساوي 0 فنبص نلاقي قيمه التيار بتاعتي كبيره جدا. عشان نحسب قيمه التيار ديت كنا لازم نعرف الجهد عند كل سورس، وكان الموضوع ديت ممكن يبقى فيه صعوبه شويه. ففي ممكن نحسب الشورت سيركت زي ما هنشوف دلوقتي بطريقه السيفرين ثيورم، حيث ان احنا هنشوف بالسيفرين بنعمل ايه؟ بنجيب الايكوفالنت فولتج بتاعي عند نقطة الفولت اللي هي لو احنا زي الشكل اللي قدامنا ديت هنلاقي نقطة الفولت بتاعتي اللي هي اف، هنشوف الايكوفالنت فولتج بتاعي شكله ايه اللي هو في نود، والايكوفالنت امبيدنس او رياكتنس بتاعتي عند نقطة الفولت. يبقى هنجيب الاكس سيفنين ونجيب الاي سيفنين. لو كان عندي سيستم زي اللي قدامنا ده في جنريتور ليه اي وليه الاكس بتاعته وبمتوصل عن طريق خط لموتور كحام، الموتور ليه باك ام اف ومعاه الاكس دي بتاعته. الشكل اللي قدامنا ده لو حصل فولت على اطراف الموتور يعني على التيرمينال بره، فاحنا هنروح نجيب الجهد الموجود هنا بري فولت قبل الفولت ما يحصل، وبنجيب الاكس عندنا. لو في الطريقه اللي قبل كده كنت بتضطر ان انت تحسب التيار اللي جاي من ناحيه الجنريتور والتيار اللي جاي من ناحيه الموتور وتجمعهم مع بعض. الموضوع ده ساعات بيبقى فيه صعوبه لان انت لازم تعرف الجهد عند الجنريتور كام والجهد عند الموتور كام، لكن هنا لا، احنا هنجيب الجهد بتاعنا عند نقطه الفولت مباشره وخلاص بري فولت. يبقى في الاول هنجيب الجهد بتاعي بري فولت ماشي، ونجيب الاكس 7 بتاعتي على اطراف الفولت، ونجيب الاي 7 بتاعتي اللي هي ريليتد للبري فولت. زي ما احنا شايفين في الشكل سي الايكوفالنت بتاعي من عند نقطه الفولت هو اكس جنريتور بالتوالي مع اكس بتاعت الخط. الكلام ده كله بالتوازي مع مين؟ مع الاكس بتاع اللي جايه من ناحيه الموتور. يبقى ده جنب ناحيه الموتور، ده الاكس بتاعت الموتور بالتوازي مع المجموعه دي كلها اللي جايه من ناحيه الجنريتور، لان دي نقطه الفولت وانا هلف اجي هنا. الكلام ده هيبقى بالتوالي مع مين؟ مع في 7 اللي هي في 0 بري فولت فولتج. الجود بتاعي بري فولت كان شكله ايه؟ الفولت بتاعي ممكن يحصل مباشره سلودلي فولت او ممكن يحصل عن طريق امبيدنس. لو حصل عن طريق امبيدنس او لو حصل سلودلي فانا هاخد نقطه الفولت واوصلها بنقطه الجي، خلاص كده ده الفولت وده يبقى تيار الفولت بتاعي هيدخل في المنطقه دي كده. انما لو حصل عن طريق امبيدنس فنيجي نقصر الكلام ده زي الشكل دي بمين؟ بزد ديفولت. ده زد ديفولت، دي زد كلمه فولت، زد ديفولت ار فولت او باكس فولت او بزد ديفولت، يبقى القيمه بتاعتي كده. يبقى بقى التيار اللي هيمشي في نقطه الفولت هيدخل من نقطه الفولت للارض، ده قيمته بتساوي كام؟ دخل معايا بقى مين؟ معايا زد بتاع الجراوند.
ده التوضيح بتاع الكلام ده بقت موجوده معايا في الاعتبار، ودي زي الديفولت بتاعتي الموجوده في الحسبه بتاعتي. المفروض احنا دلوقتي السيستم محمل ولا مش محمل؟ لو السيستم ما كانش محمل خلاص يبقى انا بنحسب طيار الفولت مباشره. طب لو السيستم كان محمل كان فيه لود قبل كده، فانا هنشتغل بالسوبر بوزيشن ثيورم اللي هي ايه؟ انا قبل الفولت كان ليه وضع، وبعد ساعه الفولت اثناء الفولت ديورنج الفولت ماشي ايه الوضع بتاعي؟ هي حاله فولت. انا هشيل حته تيار بتاع اللود مش هعتبره موجود، انا بس خدت منه الجهد قبل بري فولت، واجيب التيار بتاعي وهنسميه دلتا اي، هنسميه دلتا اي. التيار بقى بوست فولت بعد الفولت هو المحصله بتاعت مين؟ بتاع التيارين بتاعي اللي هو اي دلتا فولت اللي هو تيار فولت بلس الاي نود اللي هو تيار بري فولت. قيمه تيار بري فولت كان شكلها ايه؟ يعني القيمه ديت اللي قدامنا الاكس دي، لا ده دي مش مظبوطه، المفروض اكس جي زائد اكس على المحصله بتاعت الكل، فيديني مين؟ يديني قيمه التيار اللي جاي، التغير في التيار. طب قيمه التيار بكام؟ اللي هو قيمه التيار بتاع الجنريتور بوست فولت يعني بعد فولت. في عندنا ثلاث حالات، بري فولت قبل الفولت، ديورنج الفولت، بوست فولت يعني بعد الفولت. قيمه التيار اللي جاي من الجنريتور اللي بيجي كونتريبيوشن، كونتريبيوشن يعني ايه؟ الاسهام بتاع الجنريتور بيساوي كام بعد الفولت؟ بيساوي الاي بري فولت اللي هو التيار النورمال اوبريشن بتاع الاي زيرو زائد التغير في التيار نتيجه الفولت. وبرده من الناحيه الثانيه قيمه التيار اللي جاي من عند الموتور بيساوي سالب اي. ليه؟ عشان التيار كان ماشي من الجنريتور رايح للموتور، لكن دلوقتي التيار هيتعكس، الموتور بتاعي هيسبورت الفولت، هيكونتريبيوت للفولت. ليه؟ اصل هو لحظه الفولت في السب ترانزنت او في الترانزنت الفتره الاولى اللي هي من 0 ل 2 سايكل او من 2 سايكل ل 30 سايكل، السنكرونس موتور بيغذي الفولت، بيغذيه ايه؟ بقيمه. ليه؟ عشان خاطر في مجال مغناطيسي موجود ولسه في سرعه. انا كنت هو كان شغال بجهد، بيديله جهد وفيلد عشان خاطر يديني سرعه، في لسه في سرعه يعني في باك ام اف خلاص، فالباك ام اف هتعكس بقت انديوزد ام اف لان بقى في فولت عندي فهيديني تيار خلاص، فبيديني في السب ترانزنت وترانزنت بعد كده سيتي يموت. بالعكس بالاندكشن موتور، الاندكشن موتور ممكن يكونتريبيوت الفولت في فتره السب ترانزنت، لكن سب فتره الترانزنت والسيدي سيت ما بيغذيش الفولت. ليه؟ عشان ما عندهوش فيلد، هو كان معتمد على الاندكشن، كان معتمد على الجهد اللي جاي من مين؟ من السيستم، الرياكتيف باور اللي جاي من السيستم. طب دلوقتي انا شلتها خلاص او عملت شورت عليها خلاص ما عادش موجود. زي الاندكشن جنريتور كده، الاندكشن جنريتور اديله حركه ماشي، هو ايه؟ عايز فيلد، فبياخد الفيلد من الرياكتيف باور بتاعه السيستم، فاول ما يحصل شورت سيركت او السيستم مش موجود خلاص مش هولد لجوه. فهو الخلاصه ان سنكرونس موتور بيكونتريبيوت الفولت في فتره السب ترانزنت والترانزنت، لكن الاندكشن موتور بيكونتريبيوت فين؟ في فتره السب ترانزنت بس. فاذا الاتجاه بتاع التيار في المعادله بتاعت اللي هي ديت اتجاه الاي سالب، لان كان التيار رايح لاتجاه مين؟ الموتور، لكن الدلتا اي ام لا ده جاي من الموتور بقى خلاص في الاتجاه اللي رايح لاتجاه الفولت. وعليه هيبقى الجهد بتاعي فين؟ اللي عند نقطه الفولت بيساوي كام؟ بيساوي الجهد قبل الفولت اللي هو بتاع سيفنن ها بلس سالب جي عشان خاطر هي الجي بتاعتي عشان التيار بتاعي ماشي في الاكس نازل لتحت خلاص في مين؟ في الاي اف يديني الفي نود زائد الدلتا التغير بتاع الجود في لحظه الايه؟ ديورنج الفولت. هو ده الجود مين؟ بري بوست فولت، الجود بعد الفولت. فيبقى ده ملخص حكايه الكلام ده، هنلخصه الكلام ده في حكايه سيفنن بمجموعه خطوات. اول خطوه هتروح تجيب لي في حاله الستيت ستيت سوليوشن اللودد سيستم، هتعمل لود فلو زي ما انت خدت مع الجزء بتاع اللود فلو، لود فلو عادي خالص، هتجيب لي التيارات بتاعتي والجود بتاعتي عند نقطه الفولت شكلها ايه. بعد كده هشيل قيم بقى الرياكتنس بتاعت الماشين، حط مكانها السنكرونس ماشين، حط مكانها سب ترانزنت او ترانزنت او الستيدي ستيت على حسب انت هتشتغل في انهي فتره، ممكن تشتغل في ثلاث فترات ما عندناش مشكله خلاص. بتحط دول وتخلي دايره باسيف يعني بتشيل كل السورس، بتعمل شورت سيركت على السورسز، الجهود بتاعتك تعمل شورت سيركت عليها خلاص ما عادش موجود،
وبعدين تحل مسألة تانية وتقول لي انا الجهد بتاعي عند نقطة الفولت بتساوي كام؟ بسيفنم برضه، فهتجيب الايه؟ الايه؟ الفي سيفنم بتاعتي اللي هي الفي نود عند نقطة الفولت. وبعد كده تعمل ايه؟ تكون الدايرة بتاعتك خلاص، وتحسب الدايرة بتاعتك ايه؟ بوست فولت. فتجيب التيار ديورنج الفولت والجو، وبعدين بعد كده هتجيب التيار بتاع مين؟ بتاعك بوست فولت، هو مجموع التيار ساعة الفولت بلس التيار اللي هو قبل الفولت في حالة النورمال بريشر. الفرق في حالة التحميل بيبقى مش كبير قوي، لأن الفولت ممكن يوصل ل 20 مثل تيار النورمال اوبريشن، فاحنا ممكن نهمل حالة الايه؟ البري فولت، وممكن السيستم يكون مش غير محمل. فاحنا للتبسيط ممكن نقول ان بري فولت كان الجود بتاعي 1 بريونت على اساس ان السيستم مش محمل، وان كل التيارات بتاعتك بتساوي 0. فدي للتبسيط. اكزامبل كده بسيط كده سريعا نشوف بس السيستم هنمثله ازاي. لو انا عندي جنريتور الريتنج بتاعه 25 ميجا فولت امبير 11 كيلو فولت الريتنج بتاعه، والاكس دي دبل داش بتاعته بيساوي 20% او 2 من 10 بريونت. ده متوصل على ترانسفورمر 11 على 66، يبقى ستيب اب ترانسفورمر خلاص، على ترانسميشن لاين، ثم ستيب داون ترانسفورمر 66 ل 6 من 10 كيلو فولت. متوصل على بس بار بيدي الثلاثه موتور، الثلاثه موتور دول الريتنج بتاع الواحد كان 5 ميجا فولت امبير، والجود بتاعهم الريتنج بتاعهم 6.6 كيلو فولت، والاكس دي دبل داش بتاعته تساوي 3 من 10، والاكس دي دبل داش بتساوي 2 او 25% بريونت او 25%. خلاص بالنسبه للترانسفورمرز بتاعتنا، الاولاني 25 ميجا فولت امبير 11 66 كيلو فولت، والاكس بتاعته 10%، والستيب داون ترانسفورمر 25 ميجا فولت امبير 66 على 6 من 10 6 من 10، والاكس بتاعته برضه ب 10%. بيقول لي عايز يحسب بالنسبه للسيستم ده بتاعي ده اهوت عند نقطه الفولت اف خلاص، بيقول لي الجهد بتاعي عند نقطه الفولت او عند الموتورز جهدهم في الحاله بتاعتنا بري فولت قبل ما يحصل فولت كان ب 6.6 كيلو فولت. بيقول لي عايز يحسب السب ترانزنت كارنت ان ذا فولت، عايز قيمه السب ترانزنت كارنت. يبقى انا بتكلم على الاكس دي دبل داش بالنسبه للموتور والجنريتورز، لان الجنريتورز كلهم سنكرونس جنريتور. عايز السب ترانزنت كارنت ان ذا بريكر بي، عايز التيار السب ترانزنت بتاع ده الراجل ده، هشوف تيار قد ايه لو الفولت هنا. بعد كده عايز المومنتري كارنت ان ذا سيركت بريكر، المومنتري كارنت يبقى السب ترانزنت اسيمتريكال. المومنتري كارنت هيدخل معايا مين؟ الدي سي كومبوننت بقى اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. وعايز بعد كده الكارنت تو بي انتربتد باي سيركت بريكر بي ان 5 سايكلز. المومنتري كارنت هو التيار، اقصى تيار هشوفه على اطراف السيركت بريكر، لكن الانتربت كارنت هو التيار اللي البريكر هيفصل عنده، لان البريكر مش هيفصل اول ما يحصل فولت، فالبريكر هياخد وقت على حسب الريلي اللي عندي، وعلى حسب هو ايه. البريكر لما بيجي يفصل بيروح يصطاد الزيرو كروسنج عشان يفصل عندها عشان يقلل الكلام ده، فهو هياخد كام سايكل كده، فبقول لك 5 سايكل، لكن ده المفروض على طول. احنا قال لك برضو ان الاكس بتاع الترانزمشن لاين هي 15% بر يونت عند 25 ميجا فولت امبير و66 كيلو فولت، فهو الراجل ايه عطالك برضو قيمه الحساب ده. وقال لك افرض ان السيستم بتاعك نو لود، يبقى خلاص انا مش هعمل حسابات البري فولت، انا بس عايز من البري فولت الجهد بتاعي عند نقطه الفولت بتساوي كام. فانت اول حاجه لازم سيادتك تعملها، لازم تجيب لي تعمل حسابات البريونت كالكوليشن، عشان خاطر انا عندي سيستم فيه 2 ترانسفورمر وعندي 3 ليفل من الجهد، فاذا لازم تعمل حسابات البريونت. فهيبقى عندي كده 3 موتور امبرل مع مين؟ مع المجموعه اللي بعد كده اللي هي من ناحيه الجنريتور ترانسفورمرز. وعليه هنروح نجيب الاكس بتاعه الموتور زي ما احنا حسبناها، وبعد كده هنروح نجيب الاي شورت سيركت بتاعنا اللي هو هيساوي 3 في 1 على جي اكس بتاعه الموتور زائد 1 على مين؟ على جي في الاكس بتاعت المجموعه بتاعتي كلها. المجموعه بتاعتي كلها كان المحصله بتاعتهم
ان سيريز ب 55% بير يونت. فده يديني التيار بتاعي سالب جي، لان الاكس في المقام بجي تطلع فوق في الباست بسالب جي بلس. احنا عايزين نحسب التيار فين حتى؟ عايزين نحسب التيار بتاعنا عن السيركت بريكر اللي هو فين؟ لو اطراف الموتور. طب اطراف الموتور ده التيار اللي احنا حسبناه ده البير يونت فاليو. عشان نحسب الاكشوال فاليو لازم نحسب البيز في حسابات الباور فلو بقى، البير يونت كالكوليشن. فالبيز فاليو بتاعي بيساوي 25 اللي هو الميجا فولت امبير بيز بتاعت اللي احنا اخترناها في 1000 خلاص على جذر 3.6 كيلو فولت الفي بيز هنا اللي هي 6.6 احنا شلنا الكيلو لان شلنا فوق الميجا خلاص. فيديني التيار بتاعي 2187. المفروض التيار البيز ده ينضرب في البريونت يديني اكشوال شورت سيركت. ده التوتال شورت سيركت بتاعي 9229 امبير. ده اللي هيمر في مين؟ في السيركت بريكر. ده اللي شايفه مين؟ سوري مش السيركت بريكر، ده كل التيار الفولت بتاعي تمام. احنا بقى عايزين نجيب تيار الفولت اللي ايه اللي هيمر في السيركت بريكر. هيمر السيركت ده التوتال كارنت كان جاي منين؟ كان جاي من الجنريتور وجاي من الموتور الاول والثاني والثالث كلهم تحت، لكن اللي هيمر في السيركت بريكر مين؟ اللي جاي من ناحيه الجنريتور واللي جاي من الموتور الاولاني وجاي من الموتور الثاني خلاص. لان السيركت بريكر هو قبل الفولت، هيجي تيار من الموتور الاخير لنقطه الفولت لكن مش هيعدي في البريكر. فاذا البريكر هشوف ثلاث تيارات بس خلاص، شوف تيارين من الموتورز وتيار من الجنريتور. عشان كده المعادله في الاي شورت سيركت بتاع البريكر هو 2 في الواحد على جي بتاعه الموتور زائد الاكس اللي جاي من ناحيه الجنريتور اللي هو جنريتور والاثنين ترانسفورمر معاهم ترانسمشن لاين. فاديني الاكس بتاعتي اضربها في البيز يديني تيار الشورت سيركت اللي هيمر في مين؟ في السيركت بريكر. ده قيمه تيار الشورت سيركت اللي هيمر في الايه؟ في السيركت بريكر. احنا طبعا ممثلين الاكس بتاعت الجنريتور بتاع الموتور بالاكس دي دبل داش. احنا عايزين نجيب المومنتري كارنت اللي مر في السيركت بريكر. ففي المومنتري كارنت هيدخل معايا بقى ايه؟ المومنتري كارنت انا عندي جبت التيار بتاعنا ده اللي احنا جبناه ده دي سيمتريكال سب ترانزنت كارنت. قيمه التيار الفولت بتاعي في السب ترانزنت لو كانت متماثله، لو كان الانسبشن انجل بتاعتي بيساوي 90 درجه خلاص والزاويه بتاعت الخط ب 90 فاذا هيبقى التيار بتاعي سيمتريكال. لكن لو كان في دي سي كومبوننت، فدي سي كومبوننت قلنا قبل كده ممكن تخلي ايه؟ تخلي الماكسيمم مومنتري كارنت توصل للضعف 2 في. لكن السيركت بريكر مش بيفصل مباشره في ديلي شويه خلاص، فعشان كده بينضرب في مين؟ فاكتور هو 1.6 خلاص. احنا هنيجي كمان شويه نقول نعمل نعرض جدول فيه على حسب هو هيفصل امتى. ده المومنتري كارنت بيتحسب لمين؟ للسب ترانزنت بالنسبه للجنريتور وبالنسبه للموتور السب ترانزنت رياكتنس. فبنحسب السب ترانزنت كارنت فيطلع الكلام ده لما اضربه في البيز 1.6 في التيار الفولت بتاعي ماشي فيديني 11967. فيبقى قيمة التيار المومنت الانتربتد كارنت انا هضربه في كام بقى؟ لان 5 سايكلز بقى هنا 1.1 في قيمة التيار بتاعي اللي هو السيمتريكال في البيز فيديني 7581 امبير. ده قيمة التيار الريتنج بتاعي البريكر هيفتح عنده، لانه قال هيفتح بعد 5 سايكل ريتد ليه البروتكشن سيستم. وعليه انا هقدم لك التيبل ده بيقول لك اللي هي سيركت بريكر سبيد هو هيفتح امتى؟ وهنضرب في قيمه قد ايه التيبل اللي احنا شايفينه ده. لو كان 8 سايكل او سلو او ابطا من كده 9 10 اكتر من كده فهو هيبقى 1، يبقى قيمه التيار اللي انت بتحسبه ده بتضربه فيه على طول. لو 5 سايكل بيضرب 1.1 زي ما احنا ضربنا من شويه، لو 3 سايكل يضرب 1.2، لو 2 سايكل اديني 1.4. لو انا بتكلم على السب ترانزنت بتكلم في 1.6 زي ما حسبت في مين؟ في المساله الاولانيه. لو بتكلم على المومنت ريكارنت يعني اول نقطه كده، لو بتكلم على مومنت ريكارنت فانا بضرب 1.6. لكن الانتربتد انا بتعامل مع الجدول ده، يبقى المومنتري 1.6 ليه؟ عشان بتكلم على اقصى قيمه فبتكلم على السب ترانزنت رياكتنس لكن بالنسبه للموتور جنريتور. لكن الانتربتد زي ما احنا شايفين بتكلم على مين؟ على السب ترانزنت رياكتنس بالنسبه للجنريتور، وبتكلم على الترانزنت رياكتنس بالنسبه لمين؟ السنكرونس موتور. لكن الاندكشن موتور ايه؟ بقول لك نجلكتد هنعملها خلاص. فاحنا بنعمل حساباتنا ديت على
لكن لو بتكلم على المومنتري بتكلم على 1.6. ليه؟ عشان خاطر احنا قلنا ده الشكل بيوضح ان لو حصل فولت قيمه التيار الفولت بتاعتي بيسحبها دي سي كومبوننت اللي هو بينزل، فاذا هيشفت القيمه فوق. فانا فين حت؟ انا بعد شويه ولا امتى؟ انا لو انا عديت السب ترانزنت الترانزنت فبعد كده هنبقى ستيدي ستيت. لا انا لو بنلعب في المنطقه دي كده يبقى دي المنطقه اللي ايه؟ ديت منطقه اللي ايه؟ الترانزنت، لكن دي السب ترانزنت اللي بنحسب عليها المومنت. وعليه يبقى نقدر نقول ان لازم اعمل سيليكشن للسيركت بريكر. اعمله سيليكشن بايه؟ قيمه التيار ريتنج بتاعي عادي، وقيمه المومنت كارنت، وقيمه مين؟ الانتربتد كارنت، عشان نشوف بدل ما نحسب الشورت سيركت بتاع السيركت بريكر بالتيار ما نحسبه بالميجا فولت امبير، عشان خاطر اتلاشى قيمه الجهد اللي انا حاطه عنده شكلها ايه. فالميجا فولت امبير شورت سيركت بتاع السيركت بريكر بتحسب عند الانتربتد كارنت بيساوي جذر 3 في الفي لاين اللي هو اللاين تو لاين فولتج الريتد، الريتد اللي هو بري فولت مش بتكلمش على فولت، مضروب في الاي انتربتد تيار اللاين الانتربتد، قيمه تيار اللاين الانتربتد بتاعي. الكلام ده الجهد قيمه التيار بتاعتي بتبقى بالكيلو امبير، وقيمه الجهد بكيلو امبير، فيديني الميجا فولت امبير بتاعتي الشورت سيركت بتاعتي كباور اس بالميجا فولت امبير. هنستعيد بالكلام ده بدل ما بتكلم على اكشوال فاليو ممكن نتكلم على البري يونت فاليو. فالبري يونت فاليو هنحسبه بدل ما اقول جذر 3 في الجهد بتاعي بري فولت، ما هو الريتد هو بري فولت خلاص، مضروب في الشورت سيركت كارنت ديورنج الفولت، هو ده شورت سيركت انتربتد. بدل ما اقول هو كده لا اقول الجهد بتاعي بري فولت كابريونت، مضروب في الاي شورت سيركت بتاعي كابريونت، مضروب في الميجا فولت امبير بيز، فيديني الميجا فولت امبير شورت سيركت بتاعت 3 فيس شورت سيركت. لما نعمل حساباتنا بنحسب على 3 فيس شورت سيركت، ما بحسبش على لاين تو جراوند ولا لاين تو لاين ولا لا، 3 فيس هو اكبر قيمه لو ما كانش في فولت امبيدنس. هنا بقى ما ضربناش في جذر 3 لان دي انا ضربت في اس بيز، والاس بيز هي فيها جذر 3 اصلا، عشان كده بقول الجود بتاع بريونت خلاص، لان لما اقول اكشوال على بيز فجذر 3 بروح مع جذر 3 خلاص. انا بتكلم على بريونت مضروب في الاي شورت سيركت كبريونت، مضروب في الميجا فولت امبير بيز، فيديني قيمه مين؟ التيار بتاعي الميجا فولت امبير. دي مساله خاصه بال عشان الشورت سيركت، فممكن انا اعرضها بالراحه، ممكن تقولوها او تبصوا فيها، الموضوع فيها بسيط خالص ما فيهاش مشكله عشان الفيديو ما يطولش. شكرا ونقابلكم المحاضره الجايه ان شاء الله.